إسوة بباقي ولايات أمن المملكة، احتفلت ولاية الأمن بطنجة بالذكرى 63 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني بحضور والي جهة طنجة طوان الحسيمة وعامل إقليم الفحص أنجرة ومسؤولين عسكريين ومدنيين بالمدينة. ولأمن طنجة قدم خلال هذا الاحتفال حصيلة عمل مختلف المصالح الأمنية بالمدينة خلال العام 18 و2000، وقال في هذا الصدد: تعمل مكونات الأمن الولائي بطنجة جاهدة من أجل تحقيق الجاهزية والسرعة والنجاعة في الأداء، وذلك قصد الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين والأجانب على حد سواء، وفرض احترام القانون تحت إشراف النيابة العامة المختصة. ونتيجة للمجهودات المبذولة ظلت الجريمة بمدينة طنجة ملازمة لمستواها العادي ولا ترقى للجريمة المنظمة أو الخطيرة. حفل الاحتفال بذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني كانت أيضا مناسبة لتوشيح صدور عدد من رجال الأمن المنعم عليهم بأوسمة ملكية، والذين تم توشيحهم من قبل والي جهة طنجة طوان الحسيمة. بالنسبة لي هذا التوشيح أنا أعتز به وأفتخر به، وهو يعني نهاية سعيدة بالنسبة لي، وكنشكر جميع المسؤولين اللي حاولوا يكرموني هذا التكريم، هذا اللي كان بالنسبة لي شيء يعني يدخل المسرة والفرح ويغمرني بكثير من السعادة. ولاية أمن طنجة وخلال هذا الحفل استعرضت مختلف التلوينات الأمنية التي تشتغل بالولاية من رجال مرور وفرقة الخيالة وفرقة التدخل السريع وعناصر الشرطة القضائية وعناصر الاستعلامات العامة، وهي فرق وتلوينات أثني على مجهوداتها الجبارة التي تقوم بها خدمة للمواطنين بمدينة البغاز. تحتفل أسرة الأمن الوطني اليوم بالذكرى 63 لتأسيس ديالها سنة 1956، وهي ذكرى غالية لمؤسسة عتيدة تقوم باستحضار ما قامت به وما هو منتظر. فنحن اليوم نقف هنا وقفة تأمل لاستحضار المنجزات الهامة التي حققتها أسرة الأمن الوطني في مجال حماية الأمن وممتلكات المواطنين، حماية النظام العام، حماية حرية الأفراد والجماعات، حماية المؤسسات. وبالتالي فإننا نسعى دائما للمزيد، وتوفير جميع المتطلبات الأمنية للساكنة التي يجب أن نكون بجانبها وأن نكون بالقرب منها في إطار شرطة مواطنة، شرطة القرب، شرطة تؤدي مهامها في إطار القانون وفي احترام تام لحقوق الإنسان.